بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لأطوار لقاء الرجاء وسيك ميموزا ليفواري في لقاء عصبة الأبطال. إذا مشاهدينا لحظات وينطلق هذا اللقاء، فقط الزملاء التقنيين، هناك صوت في الإمكان، إن كان بإمكان قطع الصوت من فضلكم. إذا مشاهدينا لقاء الرجاء وسيك ميموزا، لقاء برسم عصبة الأبطال الإفريقية. إذا احتفالية الرجاء كانت خاصة هنا بتيفو عن وصورة للكأس، كأس عصبة الأبطال، الكأس التي في حوزة الرجاء ثلاث مرات. هنا صورة، مشكورين الزملاء التقنيين، صورة للتيفو الرائع الذي كان هنا بمركب محمد الخامس. إذا اليوم الرجاء أمامه إذا مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، وخلفه كأس الكونفدرالية الإفريقية. فإما الأبطال فإما الكأس. إذا اليوم أمام لاسيك يعود من جديد للواجهة القارية وللواجهة الإفريقية لمنازلة فريق كبير ومدرسة كبيرة إفريقية هي لاسيك. فريق لاسيك ميموزا أو فريق رجاء يدخل بالتشكيلة التالية. يسير الحظ في عرضة المرمى، باقي الأسماء: رشيد سليماني، محمد الحاج، هيلاري كوكو، مامادو بايلا تراوري، هشام بوشروان، ياسين الصالحي، محسن متولي، عبد المولى بن رابح، نبيل مسلوب، وعمر ديوب. الاحتياط: طارق الجرموني، هشام مدوفي، حسن الصواري، حسن الطير، بوشعيب المباركي، لانسي نيكوني. اكبر لقاء قاده في هذا الموسم النادي الافريقي والزمالك المصري. كرة امامية الان، رجاء سيعتمد على الهجوم منذ البداية، سيعتمد على المباغتة، سيعتمد على التهديف، على الوصول الى شباك بالضبط. لكن لاسيك عناصره كانت حاضرة، رفقة المنتخب الاولمبي والمحلي وحتى على مستوى المشاركة في عصبة الابطال. كرة اخرى، كوكو، تمريرة امامية وهناك اليوم وكرة وفرصة على مستوى المنتخب العملية. احد اخطر الفرص لحد الان. كرة أخرى مقطوعة، تقديم لعناصر فريق لاسيك، لاحظوا عناصر مهارية يحافظ على الكرة. بكاري كوني، التغطية، تولي، هذو عناصر لاسيك. فريق لا يستهان بهذا الفريق. محاولة خطيرة، وياسين الصالحي كانت عائد في الدفاع، ياسين الحظ يبعد الخطورة. هنا الركنية، هل تحمل الجديد لصالح الرجاء؟ والعرضية والعارضة، محمد فاخير واضحة، كرة أمامية، يمكنش لك تسلل الفرصة لصالح فريق الرجاء، فرصة ياسين الصالحي، ضايعة، يا للغرابة في كرات الرجاء الضايعة في هذا الأثناء، كرات ضائعة بغرابة من طرف عناصر الرجاء. كرة ضائعة، يلاحظ ياسين الصالحي يمرر الكرة، خروج الحارس يبوى بالرابح. جديد من الجهة اليمنى، هناك بكاري كوني، الهدف. كل الجماهير هنا، كل الجماهير تنتظر عملية التنفيذ. كرة الطير، حسن الطير في التنفيذ، كيس الكرة، فرصة خطيرة، تولي في التنفيذ، فرصة لصالح فريق الرجاء. كرة عالية تعود بالراس داخل منطقة العمليات، محاولة لصالح فريق الرجاء، إمكانية للتسديد، هناك ضغط على حامل الكرة، ولمسة جميلة من محسن متولي. تابعونا الإعادة، متولي اللي كان صاحب المحاولة الأخيرة. نعيش الدقيقة 93، متولي، هدوفي، كرة أمامية، فرصة من الجهة اليسرى، صالحي، صالحي، كيمر الكرة، كوكو، من امام اي لاعب كيحمل الكره، جوج ثلاثه ديال اللاعبين من طرف فريق لاسيك. فريق لاسيك سير الايقاع بطريقه جيده، وفرصه هنا لصالح فريق الرجاء.
يا لها من ضربة جزاء. والسواري السواري فعل ما لم يفعله البعض طيلة الدقائق التي لعبها، وضربة جزاء ستبقى خاصة وخاصة جدا. عودة الأمل بأقدام محسن متولي، عودة الفرحة وعودة فرص التاول محسن متولي في هذا الأثناء. يجب ان يكون هذا المركب هنا. أوه. سيناريو رهيب، سيناريو رهيب في لقاء الرجاء ولاسيك هنا بمركب محمد الخامس اليوم. يرى الساعة، يرى الساعة، وفي هذا الاثناء يعلن عن نهاية اللقاء بتعادل هدف مقابل هدف. والكلمة الان للحراس فيما يسين الحد في احد اقوى امتحاناته بامتياز هذا الموسم. لاحظوا كل لحظة صعبة جدا، كل ثانية صعبة جدا. لماذا تحتج عناصر لاسيك؟ ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس. سنتابع ان كان بالامكان الاعادة. نحن هنا ان كنا نهلل لما يصنعه الرجاء كونه يلعب تحت راية مغربية عن طريق باتريك ايرني. إيريني باتريك، والهدف الأول. إذن هدف للاسيك. محسن متولي، محسن متولي، والهدف الأول. إذن سنتابع منفذ الضربة الترجيحية الثانية للاسيك. ياسين الحاد فرصة. أوه ياسين الحظ. كاربا إدريس الاحتياطي يضيع الضربة الترجيحية الثانية للأسف. فرصة لصالح الرجاء، وبأي طريقة سجل ياسين الحظ. لوكو أمام ياسين الحظ، فرصة وبطريقة جميلة. بايلا، والتقدم دائما للرجاء. ضغطة أمام ياسين الحظ، فرصة وهدف صالح الرجاء. طير كيسان، وطريقة جميلة من طير. إذن الطير يسجل طريقة جميلة، وآخر الضربات الترجيح التاريخي في هذه اللحظة. وفرصة ويسجل لصالح الرجاء في هذه الأثناء. الرجاء يعود لعصبة الأبطال وفي دور المجموعة.